محمد، قبل أن نتابع معك ومع المشاهدين الكرام بأبرز مباريات الشامبيونز ليج، اعتزال رونالدو حتى انتقال توريس والمداخلة مع الإعلامي المتميز الزميل أيمن جادة، نريد أن نتوقف للحظات مع الإعلام من بعدها نتابع ستاد أي أم بي. عودة معكم مشاهدينا الكرام إلى برنامج ستاد وزميل سام. يعني كنا نتحدث عن دوري أبطال أوروبا في الجزء الثاني. نعم. من الحلقة. نعم بالفعل محمد، دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليج كانت بمثابة سقوط الكبار إذا صح التعبير، لأن فريق الميلان سقط على أرضه في سان سيرو أمام فريق توتنهام هوتسبور الإنجليزي بهدف من دون مقابل، فيما فالنسيا تعادل مع شالكي الإسباني. قبل أن نخوض في المباراة الثانية محمد، روما شختار أرسنال برشلونة، سقوط ميلان على أرضه بهدف من دون مقابل، كيف ترى هذا السقوط المهين لفريق؟ يعني أنا أرى باختصار سادي، يعني عندما ميلان يتعاقد مع فان بوميل ولا لا يمكنه أن يلعب في الشامبيونز ليج، وعندما يلعب عندما يتعاقد مع كاسانو لا يمكن، هذا يمكن إشارة أن نادي ميلان لا يريد التركيز على دوري أبطال الدوري الإيطالي. السقوط لم يكن في النتيجة لفريق ميلان، بل كان أخلاقيا لا أعرف تسميه لاعب كرة قدم جينارو كاتوزو. للأسف كمحبي ميلان ومشجعي ميلان أنا رأيت يعني استياء كبير من هذا التصرف، خاصة أن ميلان خرجت لنا لاعبين كبار. يعني صحيح بالفعل محمد، ما فعله اللاعب الإيطالي الوحش الإيطالي كما نراه وحش على أرض الملعب وليس الوحش خارج الملعب، وجينارو كاتوزو عندما أكثر من مرة كما نرى في الصور تعارك مع المساعد مدرب الفريق توتنهام أجده فينا نقول صحيح جو جونسون لاعب، هو بالمناسبة محمد جو جونسون لاعب بالميلان في السابق، هو لعب بالميلان سامي، بس هذا الرجل اللي أمامنا يعني قائد ميلان، شوف قارن بين قائد الانتر وقائد ميلان. على كل أحوال اللجنة التأديبية ستأخذ إجراءات بحق كاتوزو كما سترى الآن البيان، وحتى كاتوزو لم يسلم منه اللاعبون داخل أرض الملعب، يعني فهو تعارك مع حتى بيتر كراوتش أكثر من مرة ونال بطاقة صفراء ستحرمه بالمناسبة من المشاركة في المباراة. يعني للأسف سامي أن نشاهد هذا من لاعب لا يستطيع، حتى شوف لاعبي الميلان يحاولون يعني أن يهدئوا من روع جاتوزو، غاضب يريد الهجوم على الجميع بالملعب، على 60,000 متفرج جوار، 80,000 متفرج في الملعب، لا يستطيع أن يهدئ جاتوزو. نعم. بالمناسبة يعني هو تصرف سيء كمحبي ميلان، جاتوزو اعتذر يعني قائد الميلان وأنه قال أنه كان خارج تركيزه بعد اعتدائه على المدرب المساعد لتوتنهام جو جوردن عقب الفوز الذي حققه أسبيرز على الميلان في سان سيرو بهدف دون رد. واشتبك جادوزو مع جوردن في مباراة الفريقين ضمن دوري الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. يعني قال جاتوزو لقد فقدت السيطرة على أعصابي، ليس لي عذر عما بدر مني لأنني مسؤول عن تصرفاتي، كنت عصبيا ولم أكن أريد أن أتحدث إلى اللاعبين لكنني تحدثت إليهم، أعترف أنني أخطأ بهذا التصرف، يعني اعتراف بالخطأ كما هو الفضيلة. يعني المهم بأن اللاعب كاتوزو اعتذر من كل الذين تابعوا اللقاء وحتى اعتذر من المساعد المدرب جو جوردن، لكن سقوط ميلان فنيا محمد قد تقلل حظوظه في دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم. أما فالنسيا وشالكي، راول غونزاليس، حدثنا عن راول غونزاليس بلانكو محمد. يعني أمر جيد أن يعود راول إلى أسبانيا وأن يسجل في ملعب المستايا أيضا، يعني شيء جميل للاعب ريال مدريد سابقا والمهاجم الذي لديه سجل كبير في التسجيل في دوري أبطال أوروبا. نعم. محمد، ميلان توتنهام فالنسيا شالكي، من تراهم في المباراة الربع النهائية بين هؤلاء الأربعة؟ أتوقع مباراة توتنهام هي أقرب لتوتنهام. صحيح. فالنسيا شالكي. فالنسيا متكافئة، ممكن أن يعود فالنسيا ويفاجئ الجميع. نعم. أما ليلة الأربعاء فقد لعبت أيضا مباراتان، جمعت الأولى بين روما الإيطالي وشختار دونتسك الأوكراني، فيما أرسنال لعب مباراة مهمة وممتازة أمام فريق برشلونة. روما شختار محمد، يعني للأسف فريق روما، يعني أول شيء أنا إذا أردت أن أوجه لهم تحية يعني يا ريت يسمعونا ويفهموا علينا بالعربية، لم يفهموا أنه يطردوا هالمدرب فقط، يعني رانييري يحارب الجميع يعني للأسف. نعم. سقوط مدوي لفريق يعني رانييري هو سبب خروج روما، يعني إذا خرجوا لأنهم بعد لم يخرجوا، يعني لا مدرب يخلق مشاكل مع ملك روما، تعرف ماذا يعني ملك روما للجمهور. هل ما زال روما توتي كما كان توتي؟ هل تعتقد أن توتي وجود سامي وجود توتي معنويا هو أمر كبير لروما بهذا الفريق؟
فالنتائج لا تبشر بالخير لفريق اللاعبون روما. يحتاجون بنظري اللاعبون يحتاجون الى قائد حقيقي داخل ارض الملعب، الى قائد وليس الى قائد ولا مدرب. رانييري منذ اي فريق دربه رانييري لم ينجح. لا اذا وسقوط برشا على ملعب الامارات ستاديوم امام ارسنال، مباراه رائعه ملتهبه جمعت الفريقين كما سرى الجانرز المدفعجية. محمد حدثنا عن هذه المباراة قليلا. يعني سامي أريد أن أقول أولا لكل مشجعي ريال مدريد والمشجعي الفرق الباقية التي يعني كان هناك نوع من الشماتة في برشلونة، أن برشلونة ما زال في الدوري يعني لم يخرج، يعني هناك مباراة هي مسألة أيام فقط باعتبار أن أيام، لكن هذه الأيام يعني قد تحدد. أنا برشلونة سيستمر هناك ملعب الكامب نو سيحدد، يعني هي ليلة القبض على برشلونة إذا صح التعبير في ملعب الإمارات. لكن برأيي أنا برأيي الشخصي سامي أحمل نسبة ضئيلة للحكم المباراة. هناك هدف لبرشلونة صحيح 100% لم يتم احتسابه لميسي، والمدرب أخطأ بإخراج ديفيد فيا. أنت ما رأيك في هذه المباراة؟ نعم. أقول بأن فريق أرسنال والمدرب خاصة تتكلم عن الفرنسي أرسن فينجر قدم أمثلة في اللعب التكتيكي، لأن ما فعله في آخر ربع ساعة من المباراة قلب النتيجة رأسا على عقب. وهو صرح بالمناسبة محمد بعد المباراة بأن هو جازف كثيرا باللعب بهذه الطريقة الهجومية أمام برشلونة بالذات، تحسب له التبديلات أيضا يعني. لكن أرسن فينجر كسب الرهان وسجل هدف رائع اللاعب الهولندي روبن هود روبن فان بيرسي، وهدفا ثانيا سجله اللاعب الذي نراه الآن في الصور أندري أرشافين، سجل هدف رائع. هذا هو أندري أرشافين بعد تلقيه كرة رائعة من سمير نصري. محمد روما شختار أرسنال برشا من تراه في الدور؟ روما ما زال لديه الأمل الكبير، ممكن يفاجئ الجميع خارج أرضه. أرسنال ما زالت الأمور يعني ليست محسومة. أرسنال يعني 1-0 يعطي الأفضلية على برشلونة، لكن هناك مباراة الإياب ملعب الكامب نو، ملعب صعب جدا يعني على من يريد أن يأتي للعب هنا. أنا أعتقد أن في برشلونة يعني اللاعبون بعض اللاعبون الأساسيون تعبوا صحيح. يعني يلعبون باستمرار كميسي إنيستا حتى مع المنتخب، يعني يجب راحتهم قليلا، لأن اللاعب يشبع من كرة القدم حتى لو أن يريد اللعب وكذا يشبع. يعني شاهدنا ميسي أنانية، بعض الأنانية في هذه المباراة، لكن لا نريد أن ننسى ما يفعله ميسي ونأتي من مباراة واحدة. ونريد أيضا ما زال هذا الاحتمال قائما، لكن لا ندري لأن كل مرحلة تشهد مفاجآت جديدة. هل هي دبلوماسية كي لا نزعل يعني جمهور برشا والريال؟ ليست دبلوماسية، ليست دبلوماسية. برشلونة حاجة لهدف وحيد في الربع النهائي قريب جدا، هذا هو المنطق، هذا هو المنطق، حتى يكسب هدفين أو ثلاثة. نعم. وريال مدريد أنا أعتقد هذه المرة مع مورينيو لن يعاني مع ليون كما عانى في السنوات السابقة. الفريقين أنا على أرجع أقول سنجدهما في الدور الربع النهائي، والمفاجأة الحقيقية من أرسنال إذا أخطأ برشلونة عند ذلك تفتح الثراء جديدة، لكن يظل ريال مدريد مرشح للوصول النهائي. لذلك من برشلونة قد يكون طرف آخر مانشستر يونايتد أو أرسنال. نعم. أيمن جادة الإعلامي والمعلق الرياضي في قناة الجزيرة الرياضية، شكرا جزيلا لك، ونتمنى دائما اللقاء نلقاك بإذن الله في لقاءات مقبلة. وجل تحية كبيرة. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ أيمن. محمد بالفعل دوري أبطال أوروبا سيتابع في الأسبوع المقبل، حيث سيلعب فريق ليون عقدة فريق ريال مدريد على ملعب ليون في ستاد جيرلون. أما مباراة ثانية فستجمع بين فريقي مباراة ممتازة، نهائي مكرر عن السنة الماضية، إنتر ميلان سيقابل فريق بايرن ميونخ، فريق مارسي الفرنسي سيقابل فريق ألمان يونايتد، فيما فريق تشيلسي سيلعب خارج أرضه مع فريق كوبنهاجن الدنماركي. من سترى الأوفر حظا في الأسبوع المقبل محمد؟ يعني صراحة مباريات جلها قوية للغاية، يعني ليون يلعب على أرضه، ريال عليه أن يسافر بعيدا، تشيلسي يعني أفسي أيضا كوبنهاجن مباراة يعني ممكن أقرب إلى تشيلسي خاصة مع نينو توريس. هو لن يلعب بالضبط. ذكرت نينو توريس محمد، بالفعل هناك عديد من الأمور حصلت قبل الأسبوع المنصرم، لأن فرناندو توريس أصبح خارج الأنفيلد رسميا. بالفعل هذا خبر تابعه جميع العالم. توريس انتقل من ليفربول ريدز إلى البلوز تشيلسي، وهناك بعض الأحاديث التي طرحت حول هذا الموضوع بأن توريس هو خائن، وهناك أيضا حادثة هي طريفة لكن في نفس الوقت هي حادثة مؤسفة ومحزنة في نفس الوقت، لأن هناك صحيفة الصن الإنجليزية ذكرت بأن رجلا إنجليزيا من مشجعي ليفربول